يا مساء الورد. اليوم جونا في الدرب ان شاء الله مطير، كل يوم نقول مطر ان شاء الله ان الله يغيثنا. واليوم راح نتكلم عن جرثومة المعدة زي ما وعدناكم جلسة الشاهي. جرثومة المعدة هي بكتيريا، ولذلك المضادات الحيوية تنفع فيها، هذه نعمة من نعم الله، وتعيش في المخاط وفي الاثني عشر وفي المعدة. الأغشية المخاطية حقة المعدة، ما هو المخاط هنا، أغشية المعدة حقة المعدة، وتحس بألمها من القص إلى فوق السر، المنطقة هذه يجي فيها ألم، وهي أحد مسببات القرحة، قرحة 12، قرحة المعدة، الله لا يقدر السرطانات، تشعر بألام معينة، دائما الناس يأخذون أدوية تزيد الحموضة فيزيد تنتقل بسبب نقص حمض الفوليك، اللي ما يأخذون حمض الفوليك، وكذلك نقص فيتامين بي 12، اللي ما يغسلون يديهم، اللي ما يغسلون الصحون تنتقل عن طريق من أعراضها كثرة التجشؤ، ألام في المعدة، غثيان، البراز يجي لونه غامق، تساقط في الشعر، الأظافر يصير فيها مشكلة، فقر دم لأنه حين ينزف الواحد دم داخل المعدة الداخلي وهو ما يحس، وبذلك نقول هي أحد أسباب فقر الدم. كيف يمكن أن تكشف؟ تكشف بعدة طرق، واحد منها يعطونك حاجة معينة تتنفس فيها ويدخلون حاجة تحتوي نيتروجين ويوريا، والبكتيريا تتفاعل معها وتعطي ناتج. ممكن كذلك الكشف عن طريق البراز يجدون لها اثار. ممكن برضو الدم، اذا وجد مضادات لتلك الجرثومه دليل الجرثومه موجوده في الدم. اهم شيء للعلاج هو الوقايه، غسل يديك، غسل الاكل، اطبخه جيدا، كل خضار، كل اشياء ما تزيد حموضه المعده، زياده الحموضه يعني زياده البكتيريا. برضو زيت الزيتون مفيد فيها، برضو تاخذ 5 أو 6 ملاعق من العسل قبل الاكل بنصف ساعه، العسل ما شاء الله مضاد قوي جدا لها. الخل برضو ينفع معها، برضو يعطون هم 2 مضادات حيوية وأظن 1 خافض لحموضة المعدة عشان يقاومونها. كذلك زي ما قلت لكم هي تهاجم المعدة، ولذلك يجب الحفاظ على جدار المعدة. النصف البشر يصابون بها، وإذا ما تعالجت قد تؤدي للقرحة وتؤدي لسرطانة الله لا يقدر. لذلك يا جماعة ما هي سهلة جدا، علاجها يأخذ 18 يوم تقريبا، 18 يوم تكون قضيت على البكتيريا. مشكلة قد يجي أمراض مشابهة لها زي مثلا سرطانات، زي ارتداد المريء، زي الله لا يقدر قرحة المعدة، أمراض ثانية تتشابه مع الجرثومة. يعني اذا واحد مريض في البيت احتمال ينقل مرض الباين، اللعاب، الفنجان الشاهي، يعني اذا ما غسلت يديك، المراحيض، الحمامات، الوقايه، التنظيف مهم. يعني ما شاء الله في علاجات الحين قويه، الشاهي الاخضر برضه يفيد فيها لكن ما يقضي عليها. والواحد عنده الم في المنطقه اللي قلت لكم عنها لا يهملها وياخذ علاجات من راسه. حتى تقدر الدكتور ما شاء الله ينزل منظار ويكتب لك الجرثومه هي موجوده ولا ما هي موجوده. فالعلاج موجود، لا نهمل في انفسنا عشان لا تتطور امراض وسرطانات.